السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي. إن شاء الله هناخد مع بعض درس التحويلات الهندسية، وهنعرف إيه هي التحويلات الهندسية اللي علينا ومقررة علينا وهنشتغل عليها إزاي. يعني إيه تحويلة هندسية؟ بنقول التحويلة الهندسية هي تحول كل نقطة ألف في المستوى إلى نقطة ألف شرطة أو صورة ألف في نفس الإيه؟ في نفس المستوى. يعني كل نقطة بيبقى ليها الصورة بتاعتها. طيب أنواع التحويلات إيه؟ في الانعكاس، وده حضرتك خدته في سنة خمسة السنة اللي فاتت، وفي الانتقال، ده اللي هناخده السنة دي، وفي الدوران هتاخده السنة اللي جاية إن شاء الله. طيب يعني إيه بقى انتقال؟ انتقال يعني أنا بنقل حاجة من مكانها بحطها في مكان تاني، بنقل نقطة من مكانها أحطها في مكان تاني. طيب بيتوقف الانتقال بقى على حاجتين، إن أنا أنقل نقطة من مكانها، ده بيتوقف على حاجتين. أول حاجة مقدار الانتقال. يعني إيه مقدار الانتقال؟ يعني حضرتك هتنقلها قد إيه؟ هتنقلها وحدة، هتنقلها وحدتين، 3 وحدات، المقدار بتاع الانتقال اللي أنت عايز تنقله ده قد إيه؟ تاني حاجة الاتجاه بتاع الانتقال، هتنقلها في أنهي اتجاه؟ في الاتجاه الموجب، في الاتجاه السالب، وهنعرف الكلام ده بالتفصيل في الأمثلة. تمام، بنقول صورة أي نقطة اللي هي سين وصاد بانتقال دال وهاء. يعني أنا مديك نقطة وبقول لك بانتقال دال وهاء، يبقى أعمل إيه؟ بنجمع السين مع الدال وبنجمع الصاد مع الهاء. يعني الصورة بتاعت النقطة بتساوي إيه؟ بتساوي النقطة الأصلية وأجمع عليها مين؟ وأجمع عليها الانتقال بتاعها. يبقى صورة النقطة سين وصاد بانتقال دال وهاء هتبقى سين زائد دال وصاد زائد هاء. طيب نشوف أمثلة، أو قبل ما ندخل في الأمثلة نقول بعض الملاحظات. الصورة بتساوي إيه؟ الصورة بتساوي الأصل زائد الانتقال، يعني أنا بجمع النقطة الأصلية مع الانتقال. طيب لو أنا عايز أجيب الأصل، الأصل بيساوي الصورة ناقص الانتقال، يعني أمسك الصورة وأطرح منها الإيه؟ الانتقال. طب لو أنا عايز أجيب الانتقال، يبقى الصورة ناقص الأصل. يبقى الصورة دي إحنا نعتبرها أكبر حاجة، بنجيبها إزاي؟ نجمع أصل وانتقال. طب لو عايز اجيب الاصل، يبقى همسك الصوره واطرح منها الانتقال. طب عايز اجيب انتقال، امسك الصوره واطرح منها الايه؟ الاصل. نشوف الامثله. صوره النقطه 2 و3 بانتقال 4 و5. هنا هنجمع الاثنين مع الاربعه، وهنجمع الثلاثه مع مين؟ مع الخمسه. يبقى 2 و4 6، و3 و5 8. يبقى صوره النقطه 2 و3 بانتقال 4 و5 هي النقطه مين؟ 6 وايه؟ 6 و8. جمعت مين؟ جمعت السين هنا مع الانتقال هنا، السين بتاعتها، والصاد هنا مع الصاد بتاعت الانتقال. يبقى بجمع الاصل مع الانتقال. نشوف مثال تاني. صوره النقطه 2 و3 بانتقال 4 وسالب 2. طيب دول هجمعهم ازاي؟ هجمع الاثنين مع الاربعه، يبقى 2 و4 كام؟ 6. وهجمع التلاتة مع السالب 2، واحد موجب واحد سالب، بطرح واخد إشارة الكبير. يبقى لما أجمع تلاتة مع سالب 2 هتديني كام؟ 1. يبقى النقطة 6 وإيه؟ 6 و1. المثال اللي بعد كده، صورة النقطة 3 و5 بانتقال س وصاد ناقص 1. يعني إيه بانتقال س؟ يعني حضرتك هتنزل س زي ما هي، مش هتعمل فيها أي حاجة. طب ويعني ايه صاد ناقص 1؟ يعني بقول لحضرتك امسك الصاد ونقص منها 1. يعني انا هنزل التلاتة زي ما هي عشان هو كاتب لي س، وصاد ناقص 1 الصاد هنا اللي هي الخمسة هنقص منها 1، يبقى 3 وكام؟ 3 و4. اللي بعد كده، صورة النقطة 2 وسالب 1 بانتقال 3 وحدات في الاتجاه الموجب لمحور السينات. لما اقول لحضرتك الاتجاه الموجب لمحور السينات، يبقى حضرتك هتزود على السينات. هتزود على مين؟ على السينات. الزوج المرتب ده بيتكون من س وص، يبقى لما يقول لك في الاتجاه الموجب ازود على مين؟ على السينات. طب لو قال لي في الاتجاه السالب لمحور السينات، يبقى هنقص من مين؟ هنقص من السينات. طيب هنا بانتقال 3 وحدات في الاتجاه الموجب لمحور السينات، يبقى هنزود على الاثنين، هنزود عليها كام؟ 3، فهتكون 5 وسالب 1. اللي بعد كده، صورة النقطة سالب 3 و4 بانتقال 4 وحدات في الاتجاه السالب لمحور الصادات. الاتجاه السالب يعني أنقص. أنقص من مين؟ أنقص من الصادات. أنقص قد إيه؟ أنقص 4، فهتبقى سالب 3 و4 أنقص منها 4 تبقى كام؟ 0. يبقى على حسب
الاتجاه اللي بقول لك عليه الصادات ولا السينات، اتجاه موجب ولا اتجاه ساد. طيب صورة النقطة سالب 2 و7 بانتقال س ناقص 3 وص زائد 4. هنا بيقول لحضرتك القاعدة انك تمسك السين وتنقص منها كام؟ 3. طب هي السين هنا اللي هي مين؟ سالب 2. سالب 2 انقص منها 3 تبقى كام؟ تبقى سالب 5. طيب والصاد اللي هي السبعة، امسك الصاد واحط مكانها 7، يبقى 7 زائد 4 تديني كام؟ تديني 11، يبقى سالب 5 وايه؟ و11. اللي بعد كده صورة النقطة 1 وسالب 3 بانتقال نقط هي 1 و0. حضرتك هنا عايز مين؟ هنا عايز الانتقال، كده مديك الأصل ومديك مين؟ ومديك الصورة. طيب احنا قلنا الانتقال بيساوي ايه؟ بيساوي الصورة اطرح منها مين؟ اطرح منها الأصل. يعني هطرح 1 أنقص منه كام؟ 1، يبقى كام؟ 0. طيب و0 أنقص منه سالب 3، تبقى 0 ناقص سالب 3 هتبقى سالب سالب، دي هتبقى موجب تطلع لك بكام؟ ب3. يبقى 1 وايه؟ 0 و3. اللي بعد كده اذا كانت النقطه لام سالب 3 و5 هي صوره النقطه ميم بانتقال 2 وسالب 1. خلي بالك بيقول لك اللام دي هي الصوره. اللام دي هي مين؟ الصوره بانتقال 2 وسالب 1. طب انا عايز مين؟ مين دي اللي هي الاصل؟ طب احنا قلنا الاصل بيساوي ايه؟ الصوره ناقص مين؟ ناقص الانتقال. يعني همسك السالب 3 اطرح منها 2 تبقى كام؟ تبقى سالب 5، وهمسك ال 5 اطرح منها سالب 1، يبقى 5 ناقص سالب 1 هتبقى سالب سالب هتبقى موجب، يعني 5 زائد 1 هتبقى كام؟ 6. اللي بعد كده صورة النقطة نقط بانتقال سالب 4 و5 هي 6 و8. نعمل ايه في دي؟ هنا عايز مين؟ عايز الأصل. طب الأصل بيساوي ايه؟ الصورة ناقص الانتقال. يعني أنا حضرتك هعمل إيه؟ همسك الستة أطرح منها سالب 4، فهتبقى 6 ناقص سالب 4، سالب سالب هيبقى موجب، يبقى 6 زائد 4 10، وأطرح 8 ناقص 5، 8 ناقص 5 كام؟ 3، تبقى نقطة 10 و3. نشوف اللي بعد كده. بيقول لي ارسم على الشبكة التربيعية المثلث أ ب ج، حيث أ ب 5 و5، ب ب 5 و3، ج ب 2 و3، ثم أوجد صورته بالانتقال سالب 4 وسالب 2. طيب الأول لازم أحضر المسألة. أحضر المسألة إزاي؟ أنا عندي أ 5 و5، ب 5 و3، ج 2 و3، والانتقال بتاعي عندي سالب كام؟ سالب 4 وسالب 2. جميل أوي. نمسك بقى نجيب كل نقطة نجيب لها الصورة بتاعتها. يعني أ 5 و5، طيب الانتقال سالب 4 و2، يبقى أ شرطة اللي هي إيه؟ هجمع الخمسة مع السالب 4 تديني 1، وهجمع الخمسة مع السالب 2 تديني كام؟ 3. يبقى أنا كده جبت أول حاجة مين؟ أ شرطة. طيب تاني حاجة أجيب به شرطة، هجمع الخمسة مع السالب 4 تبقى كام؟ تبقى 1، وأجمع التلاتة مع السالب 2 تبقى برضو إيه؟ 1. طيب الجيم شرطة، هجمع الاثنين مع السالب 4 فهتبقى سالب 2، وهجمع التلاتة مع السالب 2 يبقى بكام؟ 1. أنا كده حضرت الإيه؟ حضرت المسألة. كده معايا الألف والباء والجيم اللي هي النقط الأصلية، ومعايا الألف شرطة والباء شرطة والجيم شرطة اللي هي صورة النقط اللي معايا. بعدين أعمل بقى محورين الإحداثيات وأمسك أ 5 و5، أدي الخمسة وأطلع لحد الخمسة، يبقى دي نقطة مين؟ أ. طيب ب 5 و3 ادي الخمسة واطلع معاها لحد مين؟ التلاتة. طب ج 2 و3 ادي الاثنين واطلع معاها لحد التلاتة، واوصلهم ببعض أ بباء بج، ادي المثلث الايه؟ المثلث الاصلي. طيب نخش بعد كده على مين؟ على نرسم الصورة. أ شرطة، أ شرطة اللي هي 1 و3. طيب ادي الواحد ويطلع معاها لحد مين؟ التلاتة. طب ب شرطة 1 و1، ادي 1 و1. طب ج شرطة سالب 2 و1، ادي سالب 2 وادي ايه؟ 1. ووصلهم ببعض. خلي بالك ده المثلث الاصلي ودي الصورة بتاعته، لازم الاثنين يكونوا زي بعض، ما ينفعش واحد اكبر من واحد، ما ينفعش واحد اصغر من واحد، الاثنين لازم يكونوا نفس الايه؟ نفس الشكل. طيب لو لقيت اختلاف في الشكل يبقى انت بتحل حاجة غلط. طب والغلط هيجي منين؟ من حاجة من الاثنين، يا هيجي من ان انت بتمثل غلط، يا هيجي من ان انت بتجمع وبتطرح غلط. فدي تخلي بالك منها. لو الشكلين طلعوا مختلفين يبقى حضرتك بتحل ايه؟ بتحل غلط. فلازم الشكلين يطلعوا زي ايه؟ زي بعض. يبقى ده الاصل وده الصوره. وبكده نكون انتهينا من درس الانتقال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.